اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، واصرف عني شر ما قضيت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إني نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك يا رب. هل تعلم أن صلاتك على رسول الله عليه الصلاة والسلام ستكون سبباً لأن يعرض اسمك أنت بين يديه عليه الصلاة والسلام؟ فأكثر من الصلاة والسلام عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا اللهم فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت، ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما أعطيت، ولك الشكر على ما قضيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا أقل من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين.
سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاواتنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا من الماهرين بالقرآن الذين هم مع السفرة الكرام البررة. اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا يوم القيامة ولا تجعله حجة علينا يوم القيامة فنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك رضا